mtv.com.lb على الريبلاي واكيد على الام تي في ابس فيكم ترجعوا تتابعوا كل البرامج او كل الفقرات يلي بتكون راحت عليكم من برامج الام تي في. برجع بذكركم انه الليله الساعه 5 بعد الظهر نقل مباشر لمباراه بيبلوس التضامن ضمن مباريات بطوله كره السله. رح نكون كمان مع المخبر الساعه 6 ونص مع زميلي غاده عيد ومواضيع عديده منها جدول الهدر يلي بتعاني منه المؤسسات اللبنانيه، الجدوى من بقاء وزاره المهجرين وازمه السير بلبنان، مواضيع كثير غيرها. بذكركم كمان انه الساعه 10 وربع بتكونوا مع ستارز اون بورد يلي بتعرضوا الام تي في الشط بحر الهوى، برنامج مع النجوم العرب. بنكون احنا وياهم برحله اكيد بحريه مع زياره لمناطق كثيره، بس كمان مع النجوم واجوائهم واصواتهم الحلوه. اما بعد الاخبار الليله رح تكونوا مع الحلقه الاولى من الحلقه الاخيره. مع تضخم حجم الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي وما إلها من تأثير على الناس ولحجم الوقت اللي بتستهلكه من يومياتهم، صارت معظم البرامج الترفيهية بلبنان بتعتمد عليها لا تعمل أو يكون عندها مادة، بس الحلقة الأخيرة بيرصد أبرز ما يشغل هذه المواقع وبيتناولها بطرح نقدي جريء وجديد. مع رجا ورودولف خلينا نشوف مشهد. سمعوا شغلة حلوة، هيدي ثقافة الوفاء مع زياد بوربي. أنا أقرب لك الميكرو. اللي شيء اللي شايله بيحطه. اللي شايله بيحطه. تبغي واحد يكون دمه بايت ساكت ديما جابي غلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة ويكون راجل مرارة بزاف على درويش دي بغية واحد يكون دمه باريت ساكت ديما جامد طلتي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة ويكون راجل مرا لا لا بزاف على درويش غش قلبي كيفيق مشديتش معايا الطريق عمري فيك منطيق حسن لك بعد علي ربي سبحان خلق الواحد فين كان علامات الساعة بانو اتحكمتي فيا دي بغية واحد كون دمو باري ساكت ديما جامد طلتي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة ويكون راجل مرا لا لا بزاف غنولو معايا ما نليقش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك صعيب تلعبي بيا كمان ما نليقش ليك ما تليقي ليا شكون دبع عليك قال لك باقي ليا